بسم الله الرحمن الرحيم. شيعة أشد من الدجال. جاء في كتاب وسائل الشيعة في المجلد السادس في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا في باب 17 في هذا الباب، في باب وجوب حب المؤمن وبغض الكافر وتحريم العكس. طبعا ينقل هنا الشيخ الحر العاملي عن الشيخ الصدوق في كتابه صفات الشيعة، يقول عن الحسن ابن علي الخزاز قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت من هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت: بماذا؟ قال: بموالاة أعداءنا ومعاداة أولياءنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. للشيعي أن يطبق هذا الحديث في عصرنا، في الواقع العقائدي، في الواقع السياسي، في الواقع الاجتماعي، كيف أنهم يقربون النواصب ويبعدون الشيعة ويحاربون الشيعة ويعادون الشيعة ويوالون آل سعود وغيرهم من النواصب عليهم لعنة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.